الحمد لله على السلامة يا رحيم. ايه الاخبار؟ عاوزين نخلص موضوع البنك اللي احنا بنتعامل معاه في لندن. عاوزين نخلص تحويلات الشركة في بنما. هات لي مدير البنك على التليفون حالا. الطيارات وصلت؟ وصلت من 5 دقايق يا رحيم بيه. ايوه رحيم بيه، رؤوف بيه على التليفون عايزك. هاي سير. اه رؤوف. اوكي وان سكند. تمام. مدير البنك مع حضرتك يا فندم. خليك معايا يا رؤوف. ديفيد لسن، يو ريسيف ا ترانزاكشن فور $1 billion. Deposit them into the accounts we have agreed upon. How long will it take? 45 minutes? No, that's too long. You know things aren't stable here. Listen, David, this transaction has to be done within 15 minutes maximum. Du musst mehr bestätigen, dass der ganze Betrag im Konto übertragen wurde. Du weißt, kein Fehler darf passieren, auch kein kleiner. Я хочу, чтобы вы сделали то, о чем мы договорились. Будь правка денег должна быть произведена как можно скорее. Pourquoi tu as refusé d'accepter le virement bancaire? Il n'y a pas de problème. On s'est mis d'accord? Au revoir. Eh? بس سكوت. سادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. وكان لو قدامنا 10 دقايق ونسيب المكان ده، لمي لي الهاردات دي وهاتها لي هنا. الورق ده كله يتفرم، كل واحد قدامه لابتوب يكسره. يلا احمد بيه، ايه الاخبار بره؟ الدنيا مقلوبه بره. شغل الموالد بسرعه. زود التامين بره بسرعه. اي تحركات عندك بلغني فورا. سنع. على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا فندم. كويس انك عرفت توصل في ظروف الزفت دي. وقع في الفرب ده، وقف. اتفضل لو سمحت، لو سمحت سيبوني مع احمد شويه. اتفضل اتفضل احمد. مفيش وقت نضيعه، ده اصعب يوم في تاريخ مصر. البلد كلها على كف عفريت، كل حاجه في خطر، البلد بتتنهم. تحت امرك يا فندم وتحت امر البلد، ربنا هيستر. ما هو هيسترها ان شاء الله، بس لو اتحركنا بسرعه واتحركنا صح. امورنا يا فندم، عايز نعمل ايه؟ رحيم السيوفي ماله؟ هرب مبالغ كبيرة عبارة عن فلوس وذهب بره مصر عن طريق تحويلات بنكية وعن طريق عربيات. العربيات دي اتحركت وهي متحملة ببلاوي متلتلة لصالح البهوات اللي ودونا في 60 داهية وورطونا الورطة السود اللي احنا فيها دي. يا باشا بس رحيم ده راجل أعمال كبير جدا، يعني في رجالة وفي سلاح، المواجهة معاه دلوقتي تعتبر كارثة. كارثة إيه بس؟ هو في كارثة أكتر من الكارثة السوداء اللي احنا فيها دي؟ ما هو رحيم لو هرب بره مصر مش هنعرف نجيبه. رحيم لازم يبقى بين إيدينا والنهاردة. يا باشا البلد مقلوبة. يا أحمد يا احمد، احنا ممكن ما نبقاش على كراسينا بكره ولا على مكاتبنا، انما لازم نشتغل لحد اخر وقت في خدمه البلد دي. رحيم السيوفي مهمتك مهما حصل. انا عاوز رحيم
وكل ورقة في بيته وفي شركاته خلال ساعتين. دي مليارات مليارات خرجت بره البلد خلال 8 ساعات. حاضر يا سيادة العميد، الليلة دي رحيم هيبقى في ايدينا حتى لو كان اخر يوم في عمري. السلام عليكم. اهو رحيم واصل اهو، حل على دماغي بقى. وعليكم السلام. ازيك يا بابا؟ يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا ابني. وايه اللي بيحصل ده يا رحيم؟ والله ما انا عارف يا بابا. خلينا نشوف هترسى على ايه. اخوك فين؟ ما تقلقش على هشام. وانت رحاب، اطمني على جوزك. وبعدين سيد ده جن. أنا موقف وراهم رجالة تحميهم. ربنا يخليك لينا يا أخويا. ربنا يعدي الليلة دي على خير. رحيم بيه، اتفضل معانا. ولازمته ايه ده كله يا باشا؟ ما كنتوا كلمتوني في التليفون وانا كنت جيت لوحدي من غير الهوسه دي. هو انتوا مش معاكوا نمرتي ولا ايه؟ انا بنفذ الاوامر سيادتك. طب تسمح لي اغير هدومي؟ ما انا مش هروح معاك كده. اه طبعا، خد وقتك. في ايه يا رحيم؟ يا لهوي واخدين الحرفين يا رحيم. رحفين يا رحيم بس قول لي. ما تخافش يا حاج. ما تخافش عن ايه؟ انتوا مش عارفين احنا مين؟ احكي لك كل حاجه الصبح واحنا بنفطر سوا. رايح فين بس يا رحيم؟ رحاب ما تلاقيش. يا نهار اسود ومنعتي. باشا انا هروح بعربيتي. يعني ما ينفعش طبعا. رجالتي لو شافوني راكب عربيه تانية غير عربيتي احنا هنزعل وانتوا هتزعلوا. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل. رحيم يا نهار اسود ومنيل يا رحيم. رحيم واخدينه على فين دول؟ انا عارف. محمود
يلا بينا عشان نحصله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمًا. أنت لسه برضو بتلبس جزم إيطالي يا أحمد بيه.